السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه حليمه الفيلالي. اليوم غنقدم لكم طريقتي في اللوبيا اليابسه، كتجي جديده بزاف. اليوم انا غنديرها بالكديد، يعني واخا ما يكونش عندك الكديد راكي كطيبيها بنفس الطريقه، غتجيك نتيجه زوينه بزاف وغادي تعجبك ان شاء الله. نبداو بالمقادير. غادي نحتاج 200 غرام تقريبا ديال اللوبيا مفزقه ليله كامله في الماء، كنا عامر عليها باش كتنفخ وكتجي هي هذيك هي وياه. معلقه كبيره ديال الطماطم المصبره في هذا الحك، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم الكركم، نص معلقه صغيره ديال الابزار الفلفل الاسود، ملعقه صغيره ديال التحميره الفلفل الاحمر، نص معلقه صغيره ديال الكمون، هنايا 4 فصوص صغيره ديال الثوم، حيت اللوبيا كتبغي الثومه بزايد راه غندير غير 4 ديال الفصوص. وعندي هنايا تقريبا معلقه كبيره ديال المعدنوس، اللي بغات دير المعدنوس والقزبر ديرو، انا ما تنبغيش القزبر معاها. عندي جوج ديال الطماطمات غنحكهم، وبصله وحده حتى هي غادي نحكها. بالنسبه للملح انا ما غاديش نديرو لان عندي القديد مالح، واخا ني غسلته مزيان ولكن تقدر تكون مازال فيه الملحه حتى نذوق وعاد نضيف الملحه الا احتاجيت. غنحك البصله ومطيشه ونرجع. صافي حكيت البصله ومطيشه والثومه فهاد الجهه هادي، ماشي هادي، هادي فهاد البلاصه هادي. دابا غنضيف المقادير كامله، بزار خرقوم التحميره، السكنجبير ما كنديروش كيعطي واحد الريحه في شكل، مع الكمون في اللوبيا نكتفي غير بالكمون والتحميره وبزار. دابا نضيف حتى اللوبيا. نسيت الزيت، انا غادي نديرو. نضيف نص كاس ديال الزيت بين العود والمائده، اولا تكتفيو غير بالعود بوحدها، ولا ما عندكمش ديال العود ديرو المائده، كيبقى لكم الاختيار. دابا غنضيف الماء. بالنسبه للماء فهو كيبقى على حساب شحال علاش غادي طيبي الطاوه ديالك. الا كنتي غادي طيبيها في نار مهيله فما تكتريش الماء، نار مهيله راه ما كتحتاجش الماء بزاف، كيكون عندك الوقت وكتنوضي تبداي بالطياب هو الاول، فمن الاحسن طيبي على نار مهيله كتجي زوينه. بحال دابا انا هنا ما غنكثرش الماء. الا كنتي غادي طيبيه في نار يعني مجهده مرتفعه غادي تزيدي شي شويه الماء، لان النار المجهده كتنشف الماء ديال الطاوه. صافي دابا غنردها طيب ونرجعو تنشوفو الشكل ديالها من غادي طيب. فيها اللوبيا ديالنا طابت. بالنسبه للمده ديال الطهي فهي كتختلف على حساب النوعيه ديال اللوبيا اللي عندك. كاين اللوبيا اللي طيبه كطيب يعني في 20 دقيقه، وكاين اللوبيا اللي كتاخذ الوقت. المهم انتيا مره ديرها البال، ما تجهديش عليها العافيه باش ما تحرقلكش، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها بالقديد اولا بلا قديد، فالنتيجه واحده. القديد غير كيعطيها اضافه اخرى خصوصا الناس اللي كيبغيو القديد بزاف. كنتمنى تجربوها وتبارطاجيو هذا الفيديو ديال مع اصدقاء ديالكم، وتشجعوني بالتعليقات ديالكم واللايكات، وشكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.